موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام تتجدد، القلوب تتجه نحو دفء مقامه في الكاظمية المقدسة، وهو المعروف عند أهل العراق بباب الحوائج إلى الله، ومناقبه عليه السلام كثيرة شهيرة عندهم، فهو الإمام الكبير القدر الساهر ليله قائما في سجن الطاغية هارون الرشيد. جموع الزائرين استغلت المناسبة في مطالبة الجهات المعنية بإنصاف سجناء العراق، لا سيما سجناء رفحاء، وتشريع القوانين التي تسترجع حقوقهم وحقوق المجاهدين بصورة عامة. يعني يبدو أن الكتل السياسية ما تزال متصارعة، خصوصا فيما يخص مسألة مهمة وهي سجناء رفحاء. يعني هؤلاء السجناء هم يعني كانوا ضحية لصراع دول لا يحيد.